نادر شوقي. مساء الفل يا عم نادر. كابتن شوبير ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ وحشني. اخبارك ايه؟ وحضرتك كمان والله الحمد لله رب العالمين كله تمام. اجتماع كان حلو النهارده؟ بص هو حضرتك يعني من اول البوابه لغايه ما خرجنا هو في احترام وفي رقي وفي تحضر. حلو. فده لازم اقوله يعني من اول ما دخلت لغايه ما خرجت في تحضر. حلو يعني بقالي مثلا من ساعه ما اشتغلت الشغلانه دي عمري ما دخلت اتحاد الكوره بالطريقه دي. طب كويس. انا طبعا بشكرهم جدا وبشكر الاستاذ عمرو الجنايه. حلو قوي. الاجتماعات بقى نفسها؟ الاجتماعات ما خرجتش في اطار الاجراءات بتاعه استئناف الدوري يعني ما كانش فيه النقطه بتاعه هو مين عايز يكمل ومين عايز ما يكملش. يعني احنا زي ما حضرتك عارف في ورقه مكتوبه من 14 جنيه ان احنا بنطالب بنهاء الدوري. لكن مش هو ده الموضوع ومش هو ده اللي اتفتح. احنا قلنا سالت سؤال واضح وصريح. في امكانيه ان احنا نلغي؟ احنا نلغي. قال لك لا ما فيش امكانيه احنا ده قرار هنبتدي نشتغل عليه. طب اجراءاتنا ايه؟ نتكلم في الاجراءات لان احنا في الاخر احنا مع الدوله. كويس. ده واضح وصريح. نبتدي بقى نشوف الحاجات المشاكل اللي عندنا ونبتدي نحلها. انا شايف ان كان في مرونه كويسه جدا وشايف ان كان في تقبل وجهه النظر الاخرى. فابتدي نتكلم في التفاصيل. حضرتك عايز تعرف التفاصيل؟ يا ريت. طب انا جايبك عشان التفاصيل يا نادر. امال ايه؟ قول لي التفاصيل. لا هو التفاصيل بس خليني الاول الخص اللي حضرتك قلته اللي فات انه قال لك مفيش كلام انه هنأجل او مش هنأجل ده مش موجود. الدوري راجع. خلينا نتكلم في الاجراءات. صح كده يا فندم؟ ده صح. صح. احنا مش هنتكلم على الناحيه الاساسيه والكلام ده كله. هنتكلم في قصه الدوري. كويس. هي الناحيه الطبيه هي اللي كانت يعني البدايه بتاعت الكلام ان يعني لازم يكون في تنسيق ما بين الناس المسؤوله طبيا في اتحاد الكوره مع الاطباء في ال 18 نادي. تمام. بحيث ان يكون في تواصل على طول مع بعض حتى لو في زوم حتى لو ايميلات عشان ما فيش حد نادي يطلع يقول انا داخل اتمرن بكره وهو لسه ما عملش ال 1 2 3 فلازم يكون في 1 2 3 قبل ما تقول لي انت هتنزل الملعب امتى. نعم. برضو دي حاجه منطقيه. نعم. تمام. فلازم يكون في تنسيق طبي ما بين جميع الاطراف. نعم. وبعد كده بعد الفتره دي كلها نبتدي نشوف المسابقه هتتعمل ازاي. اللي ريحني شخصيا ان المسابقه هتبقى نفس نظامها اللي موجود يعني نادي الجونه عنده ماتش على ارضه هيلعب على ارضه. الماتش بقى الجونه بره ارضه وده مش هيزود المصاريف. كويس. فدي انت عامل حسابك عليها ان انت رايح جاي. لكن الحاجات بقى الطبيه قال لك انا هشيل كل الحاجات الطبيه. وعدنا الحاجات زي كده. فبالتالي ما تقدرش تقول حاجه. الحاجه الثانيه الاقامه اتكلمنا في ان الواحد بدل ما هيعمل اوضه دبل هيعمل اوضه سجل مثلا. مظبوط. فاقترحنا ان طيب ليه الفنادق بتاعه القوات المسلحه ما تستضيفش يبقى فيه زي ما بيقولوا عرض اسعار يعني لل 18 نادي بحيث ان هم ما يصرفوش. خاصه ان الفنادق مش شغاله اول يومين دول فيبقى كويس. بالظبط. فكان في بنحاول نوصل لحلول مع بعض عشان طالما ان قرار الدوله نكمل فكلنا لازم نتكاتف عشان نكمل. حلو. لو في حابه ان احنا نقول يلا بينا لا نلغي او بتاع ماشي. نتكلم في الالغاء. لكن ما كانش في مساحه او راي يقول لا ما فيش دوله هتعدي. مش موجوده. فبالتالي ابتدينا نتكلم في الاجراءات زي ما بقول لحضرتك. فطبيا ابتدينا نتكلم في القصه دي. او احنا طالبنا ان يحصل كشف مفاجئ على جميع الانديه عشان برضه نعرف الناس شغاله صح ولا غلط. قلت له انا افرض انا اخدت كل حاجه والاطباء عندي مثلا مقصرين. طب مين ما انت لازم تقول لي الناس دي صح ولا غلط لان انا مش عايز اجي كمان شهر والاقي عندي كذا حاجه مثلا. ده صحيح. قدر الله. ده صحيح. فبالتالي لازم انت شخصيا تيجي تقول لي لا انت بتعمل صح انت بتعمل غلط. لازم تزور المكان لازم تشوف احنا شغالين صح ولا غلط. ده اجباري مش اوبشن. فعشان المصلحه العامه يعني. وبعد كده ابتدينا نتكلم بقى في المسابقه وازاي هتحصل والخمس تجريات وان الحاجات الطبيه كلها خلاص هتتشال من الانديه كلها والاتحاد الكوره او الدوله هتتكفل بيها. فما اعتقدش ان كان في مشاكل قوي. هي المشكله بس كانت ليا في الترانسبورتيشن مثلا ليه ايه النقل بدل ما هتعمل اتوبيس هعمل اتوبيسين. فيعني ماشي نتكلم فيها بعدين. لكن طبيا الحاجات الكتيره اللي هتتحط علينا اتشالت. فبالتالي يعني الصراحه مش وحش. انا كان طبعا مش وحش. وخرجتوا هل خرجت كل الانديه مقتنعه ولا كان في البعض غاضب يا نادر؟ لا ما حدش كان غاضب خالص بدليل ان احنا اتصورنا كلنا مع بعض. هو كان نادي ما اقدرش اتكلم عن اي نادي صراحه بس كان في نادي متحفظ على حاجات معينه وصعب ان قال لك انا هحاول ان انا احلها. حتى ما كانتش ليها دعوه بالكورونا قوي كان ليها دعوه بسوابق قبل كده. قال قدامنا كلنا قال تعالى ونقعد نتكلم مع بعض ونشوف المشاكل يعني. دي صراحه يعني ده ما اقدرش يعني دي امان.
لكن مفيش حد كان غاضب خالص. لا طب اذا انتوا بتتكلموا على احترام فائق من اللجنه الخماسيه، بتتكلموا عن حوار متحضر جدا جدا، بتتكلموا عن لائحه تمت مناقشتها، بتتكلموا عن احترازات طبيه تحمل اتحاد الكره او الدوله تتحملها بالكامل، مفيش اي حوار عن قصه الالغاء. هل اتكلمتوا عن الجدول هينزل امتى؟ لا ما كناش يا كابتن شوبير على الجدول هينزل امتى، وكنا على بدايه الدوري هيبتدي امتى. قال لك ابتداء من 25، يعني بنتكلم في 10 ايام زياده، 15 يوم زياده. وبالنسبه لنا دي برضو تمام، ما اعتقدش ان فيها مشكله. ونهايه الجدول او نهايه الدوري حسب ما اتبعت لي انه هيبقى 15 اكتوبر، ده الماكسيمم مش كده؟ قال لك النص الثاني من اكتوبر، النص الثاني. وعلى المسابقه بتاعت الموسم اللي جاي قال لك يستحيل تبقى مجموعتين. تمام طيب ماشي. خلص خلص السهل، خلينا في الصعب بقى. هو رمضان صبحي قاعد ولا ماشي؟ وده الصعب التاني كان صعب. رمضان قاعد ولا ماشي؟ ناس ان امبارح والله ما اعرفش يا كابتن شوبير، صدقني والله ما اعرفش. يعني لسه الدنيا مش واضحه في الانديه اللي يعني بتتكلم على رمضان وهضم فيد والنادي الاهلي. النادي الاهلي ابدا رغبته طبعا، ده اكيد. واتكلمنا مع النادي الاهلي، الاهلي ابدا رغبته تاني ليك انه عايز رمضان. هو احنا شغالين على القصه دي. طبعا شغالين لحد امتى؟ لحد امبارح يا فندم؟ شغالين لحد امبارح ولا لحد النهارده ولا لحد اسبوع؟ لا بتكلم جد والله، ده لحد النهارده. كل يوم شغالين في الموضوع ده طبعا. يعني الاهلي جاد وراغب ومتمسك ان رمضان يكون عنده. طبعا دي رغبه من كابتن محمود الخطيب نفسه. طبعا ليه بقى يعني ليه بقول لك ده؟ لانه امبارح تم الاعلان رسميا الاهلي بتفاوض مع طاهر محمد طاهر، فالبعض ربط قال لك ده كده يبقى رمضان مش في النادي الاهلي. انا قلت لا، الاهلي يستحمل قوي رمضان وطاهر محمد طاهر، والاثنين كانوا المفروض اساسيين في المنتخب الاولمبي لولا اصابه طاهر في البطوله. انا بتكلم صح ولا بتكلم غلط يا فندم؟ والله يا كابتن شهير طبعا بنسبه كبيره صح، وبالنسبه الثانيه ان لا قدر يعني لو النادي الاهلي ما مضاش مع رمضان طاهر موجود، فبالتالي هو بيامن نفسه. ما يمنعش ان الاثنين يكونوا موجودين، بس في نفس الوقت برضه خلي بالك ان الاحساس بتاع النادي الاهلي ان رمضان ممكن النادي حضرشيد مثلا يكون عنده مطالب غاليه او يلاقي، فده موجود. فبالتالي يبتدي يفتح خط مع طاهر محمد طاهر. انت لك علاقه لك علاقه بطاهر ولا مالكش علاقه بيه خالص؟ لا 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 ماليش علاقه بطاهر. لا خليني بقى اسالك عن اللعيبه. اكرم توفيق قال ان انتوا بلغتوه ان الاهلي طلب رسميا عودته الى النادي الاهلي، مظبوط يا فندم؟ انا بلغته بس هو ما كانش رسمي، بس انا استشفيت طبعا من يعني من كلامي مع اداره النادي الاهلي ان انا مين معايا السنه الجايه ومين معايا مش معايا السنه الجايه. فاستشفيت ان اكرم راجع مليون في الميه، فقلت له اعمل حسابك ان انت الدوري راجع هتدي ال 100% بتاعتك عشان ترجع معزز مكرم. الدوري مش راجع، انت خلاص موجود في النادي الاهلي. فبالتالي هو عارف ان هو في النادي الاهلي. طيب في حد تاني غير اكرم؟ ده اللي بنسبه، وانا مغمض اقول لحضرتك ان هو راجع. قول لي تاني. ده وانا مغمض اقول لحضرتك ان هو راجع. ده اكرم. لكن غير كده ما اقدرش اقول حاجه تانيه. في ثلاثه موجودين عندك، باسم والجزار واحمد ياسر ريان، مش كده؟ لان احمد حمدي خلاص بقى بيع وشراء. ايوه. لا ما كلمكش. انا بقول لحضرتك اللي انا اضمنه 100%. 100%، لكن لسه ما فيش حوار عن الباقيين. في حوار، بس الحوار رايح راجع. يعني في possibility ان هم يقعدوا في النادي الاهلي وفي لا. فبالتالي يعني ما اقدرش اجزم 100%، لكن اقرب 100%. وبالتالي هتسعى انت، ويا ريت يبقوا 50% على فكره. يعني انا نفسي يكونوا 50% مش 100%. وبالتالي انت هتسعى لتجديد اعاره الناس اللي مكمله عندك، صح؟ على حسب الاتفاق بقى، نشوف القايمه هتبقى كام واحد، ونشوف كل يوم وفي جديد، وكل ساعه التفاوض بيختلف. نعم. نادر شوقي المشرف العام على الكوره بنادي الجونه، بشكرك شكرا جزيلا. طيب ادي